أهلا وسهلا بكم أبناء الطلاب وبنات الطالبات في سلسلة الدروس التعليمية للصف السابع الأساسي في مادة الرياضيات. نلتقي بكم اليوم ضمن برنامج التعليم الصيفي للصف السابع الأساسي. في هذه الحلقة سنتعلم مجموعة من المهارات التي تتعلق بالأعداد النسبية. بداية سنتعرف على مفهوم الأعداد النسبية، بعد ذلك سنلاحظ العمليات الحسابية على مجموعة الأعداد النسبية والتي تتمثل في عملية جمع الأعداد النسبية، طرح الأعداد النسبية، قسمة الأعداد النسبية وضرب الأعداد النسبية. لاحظ معي عزيزي الطالب، ماذا سنتعلم في هذا الدرس؟ سنتعلم مفهوم الأعداد النسبية، جمع الأعداد النسبية، طرح الأعداد النسبية، ضرب الأعداد النسبية، وقسمة الأعداد النسبية. بداية أبناء الطلاب، تعالوا معنا لنتعرف على مفهوم الأعداد النسبية. ماذا نقصد بالأعداد النسبية؟ هي عبارة عن مجموعة من المجموعات، لكن تتحقق فيها مجموعة من الصفات. تعالوا بنا لنتعرف على مجموعة الصفات التي تميز الأعداد النسبية. مجموعة الأعداد النسبية نون: العدد النسبي هو كل عدد يمكن كتابته على صورة كسر عادي، بحيث بسطه ومقامه أعداد صحيحة ومقامه لا يساوي صفرا. تعالوا معنا أبناء الطلاب لنكتب ذلك على صورة الصفة المميزة. لاحظ عزيز الطالب، نون هنا يرمز للأعداد النسبية بالرمز نون، تساوي مجموعة ألف على باء، حيث ألف وباء تنتمي لصاد، وباء لا يساوي صفر، أي أن المقام لا يساوي صفر. إذن لاحظ عزيز الطالب، من خلال هذا التعريف نلاحظ أن العدد النسبي يمكن كتابته على صورة كسر عادي، بشرط أن يكون المقام لا يساوي صفر. أيضا البسط والمقام أعداد صحيحة. تعالوا معنا أبناء الطلاب إلى هذا المثال حول مفهوم الأعداد النسبية، ومن خلاله يمكن تمييز العدد النسبي من بين أعداد معطاة. حوط الأعداد النسبية فيما يلي. لاحظ عزيز الطالب، هناك مجموعة من الأعداد النسبية: سالب 4 أتساع، 3 صحيح ونصف، 5 على 0، 2. الجذر التربيعي للعدد 9. نبدأ أولا أبناء الطلاب في العدد سالب 4 على 9. عزيز الطالب، لو نظرت إلى هذا العدد نلاحظ أنه مكتوب على صورة بسط ومقام. ما العدد الذي يوجد في البسط؟ سالب 4. ما العدد الذي يوجد في المقام؟ 9. إذن السالب 4 والتسعة أبناء الطلاب هي أعداد صحيحة. ماذا تلاحظ بالنسبة للمقام؟ هل المقام يساوي صفر؟ المقام لا يساوي صفر. إذن تحققت شروط العدد النسبي. إذن العدد سالب 4 على 9 هو عدد نسبي. لاحظ عزيز الطالب، إذن سالب 4 على 9 هو عدد نسبي. لماذا؟ لأن سالب 4 و9 يعني البسط والمقام ينتمي إلى مجموعة الأعداد الصحيحة صاد، أيضا المقام وهو 9 لا يساوي صفر. لاحظ عزيز الطالب إلى العدد الذي يليه، 3 صحيح ونصف. عزيز الطالب، هل يمكن كتابة هذا العدد على صورة بسط ومقام؟ نعم، يمكن كتابة هذا العدد على صورة بسط ومقام. كيف يمكن كتابة هذا العدد على صورة بسط ومقام؟ لاحظ معي عزيز الطالب، كيف يمكن كتابته على صورة بسط ومقام؟ لاحظ عزيز الطالب، هنا 3 ضرب 2
الناتج 6 زائد 1 الناتج 7، 7 على 2 إذن هو عدد نسبي. إذن 3 صحيح ونصف يساوي 7 على 2. 7 على 2 أبناء الطلاب عدد نسبي، لماذا؟ لأنه مكتوب على صورة بسط ومقام، والمقام لا يساوي صفر. إذن 7 على 2 عدد نسبي، لأن 7 والاثنين ينتمي إلى مجموعة العدد الصحيحة صاد، المقام وهو 2 لا يساوي صفر. ننتقل الآن أبناء الطلاب إلى العدد الذي يليه وهو 5 على صفر. ماذا نلاحظ أبناء الطلاب؟ نلاحظ أن المقام يساوي صفر، إذن هو عدد غير نسبي. إذن 5 على صفر عدد غير نسبي لأن المقام يساوي صفر. نأتي أبناء الطلاب إلى العدد الذي يليه وهو 2. لاحظ عزيز الطالب أن العدد 2 يمكن كتابته على صورة 2 على 1. لاحظ عزيز الطالب أي عدد صحيح يمكن كتابته على صورة بسط ومقام، لاحظ أن المقام يساوي 1، فالثلاثة يمكن كتابتها على صورة 3 على 1، الخمسة أيضا يمكن كتابتها على صورة 5 على 1. إذن الاثنين هو عدد نسبي لأنه يمكن كتابته على صورة 2 على 1. الاثنين والواحد تنتمي لمجموعة الأعداد الصحيحة، المقام وهو 1 لا يساوي صفر. أخيرا أبناء الطلاب لاحظ معي الجذر التربيعي للعدد 9. أولا أبناء الطلاب لابد أن نجد قيمة الجذر التربيعي للعدد 9. ما هو الجذر التربيعي للعدد 9؟ نلاحظ أنه العدد 3. لاحظ أن العدد 3 هو عدد صحيح، واستطعنا أن نكتب أي عدد صحيح على صورة بسط ومقام، المقام يساوي 1. إذن 3 تساوي 3 على 1 وهو عدد نسبي. إذن أبناء الطلاب جذر التربيع إلى 9 يساوي 3. 3 يمكن كتابتها على صورة 3 على 1 وهو عدد نسبي، لأن 3 والواحد ينتمي لمجموعة الأعداد الصحيحة، المقام وهو 1 لا يساوي صفر. الآن أبناء الطلاب ننتقل إلى العمليات الرياضية على مجموعة الأعداد النسبية. نبدأ أولا بعملية جمع الأعداد النسبية. بداية نبدأ بالقانون الذي يمثل عملية جمع الأعداد النسبية. تعالوا معنا ننظر إلى هذا القانون. تذكر أن إذا كان ألف وباء وجيم أعدادا صحيحة بحيث باء لا تساوي صفر، فإن لاحظ عزيز الطالب ألف على باء زائد جيم على باء ماذا يساوي؟ لو نظرنا أبناء الطلاب إلى المقام نلاحظ أن المقامات متشابهة. كيف تتم عملية جمع الأعداد النسبية إذا كانت المقامات متشابهة؟ نضع أبناء الطلاب المقام كما هو ثم نجمع البسط، البسط زائد البسط، المقام يبقى كما هو. إذن الناتج يساوي ألف زائد جيم على باء. لاحظ عزيز الطالب هنا المقام كما هو، فقط تم جمع البسط زائد البسط ووضع في بسط الناتج. تعالوا معنا أبناء الطلاب إلى هذا التدريب. جد ناتج كل مما يلي: 5 زائد 5 يساوي. لاحظ عزيز الطالب هنا ماذا نلاحظ بالنسبة للمقامات؟ المقامات متشابهة، إذن المقام كما هو. لاحظ عزيز الطالب المقام كما هو،
الخطوة التي تليها نقوم بجمع البسط زائد البسط، إذن 1 زائد 2 ماذا يكون الناتج؟ نقوم بإجراء عملية الجمع البسيطة، 1 زائد 2 يساوي 3، المقام 5 كما هو، إذن الناتج يساوي 3/5. 7 أثمان زائد سالب 4 أثمان. بنفس الطريقة أبناء الطلاب ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن المقامات متشابهة، إذن المقام كما هو، نكتب كما هو 8. نأتي إلى البسط، هنا 7 زائد سالب 4، إذا نقوم بجمع البسط زائد البسط، إذا 7 زائد سالب 4. انظر عزيزي الطالب هنا جيدا، لاحظ 7 زائد سالب 4 بمعنى ربح 7 خسارة 4، ماذا يكون الناتج؟ الناتج 3، المقام يبقى كما هو، إذا الناتج يساوي 3/8. أخيرا سالب 1/7 زائد سالب 5/7 يساوي. بنفس الطريقة أبناء الطلاب ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن المقامات متشابهة، إذا نكتب المقام كما هو. نأتي الآن إلى جمع البسط زائد البسط، سالب 1 زائد سالب 5. لاحظ عزيز الطالب هنا سالب 1 زائد سالب 5 بمعنى خسارة 1، وأيضا خسارة 5، الناتج يساوي سالب 6، المقام يبقى كما هو، إذن الناتج سالب 6/7. أبناء الطلاب نأتي الآن إلى عملية أخرى على مجموعة الأعداد النسبية، وهي عملية طرح الأعداد النسبية. تعالوا معنا لنتعرف على مفهوم عملية طرح الأعداد النسبية من خلال هذا القانون. تذكر أن إذا كان ألف على باء وجيم على باء ينتمي لنون أعداد نسبية، فإن ألف على باء ناقص جيم على باء يساوي. لاحظ عزيز الطالب هنا ألف على باء كما هي، عملية الطرح تم تحويلها إلى عملية جمع. النظير الجمعي للعدد جيم على باء هو سالب جيم على باء، إذن عملية الطرح هي عملية جمع للنظير الجمعي للمطروح، هي عملية جمع للنظير الجمعي للمطروح. الآن أبناء الطلاب المقامات متشابهة، نكتب المقام كما هو، البسط زائد البسط بمعنى ألف زائد سالب جيم على باء. تعالوا معنا أبناء الطلاب لنحل تدريبات على هذا القانون. تدريب: جد ناتج كل مما يلي، 2/4 ناقص 1/4 يساوي. بداية أبناء الطلاب نكتب العدد الأول كما هو، 2/4. ثانيا عملية الطرح نقوم بتحويلها إلى عملية جمع، جمع للنظير الجمعي للعدد ربع وهو سالب 1/4، إذن 2/4 زائد سالب 1/4. الآن أبناء الطلاب بنفس الطريقة لاحظ معي هنا، نلاحظ أن المقامات متشابهة، إذن نكتب المقام كما هو، البسط زائد البسط، 2 زائد سالب 1، الناتج 1، المقام كما هو 4، إذن الناتج 1/4. 1/5 ناقص 3/5 يساوي. بنفس الطريقة أبناء الطلاب نكتب العدد الأول كما هو، ثم نقوم بتحويل عملية الطرح إلى عملية جمع، جمع للنظير الجمعي للعدد 3/5 وهو سالب 3/5، فيكون الناتج كالتالي، 1/5 زائد سالب 3/5. لاحظ عزيزي الطالب هنا أن المقامات متشابهة، طالما أن المقامات متشابهة إذا نضع المقام كما هو، ثم نجمع البسط زائد البسط، 1 زائد سالب 3،
الناتج سالب 2 على المقام وهو 5 كما هو. إذن سالب 2 على 5. نأتي إلى السؤال الذي يلي: سالب 2 على 8 ناقص 5 على 8 يساوي. بنفس الطريقة أبناء الطلاب، لاحظ هنا نبدأ أبناء الطلاب بالعدد الأول وهو سالب 2 على 8، ثم نقوم بتحويل عملية الطرح إلى عملية جمع. جمع للنظير الجمعي للعدد 5 على 8 وهو سالب 5 على 8، فيكون الناتج كالتالي: سالب 2 على 8 زائد سالب 5 على 8. ماذا تلاحظ عزيزي الطالب هنا؟ نلاحظ أن المقامات متشابهة. نكتب المقام كما هو ثم نقوم بجمع البسط زائد البسط. سالب 2 زائد سالب 5 الناتج سالب 7، إذن الناتج يصبح سالب 7 على 8. أبناء الطلاب، نكون قد تعلمنا مفهوم الأعداد النسبية، ثم تعلمنا عملية جمع الأعداد النسبية، وأيضا عملية طرح الأعداد النسبية. بعد الفاصل سنتابع معكم عملية ضرب الأعداد النسبية، وأيضا عملية قسمة الأعداد النسبية، فانتظرونا. أهلا وسهلا بكم أبناء الطلاب مرة أخرى، لنتابع معا العمليات الرياضية على مجموعة الأعداد النسبية. نبدأ الآن بعملية ضرب الأعداد النسبية. تعالوا معنا إلى هذا القانون. قاعدة ضرب الإشارات: حاصل ضرب عددين نسبيين لهما الإشارة نفسها هو عدد نسبي موجب. ماذا نقصد أبناء الطلاب بهذا الكلام؟ بمعنى عدد نسبي موجب ضرب عدد نسبي موجب، الناتج عدد نسبي موجب. أيضا عدد نسبي سالب ضرب عدد نسبي سالب، الناتج عدد نسبي موجب. هذا هو معنى هذه العبارة. تعالوا معنا إلى عبارة أخرى: حاصل ضرب عددين نسبيين مختلفي الإشارة هو عدد نسبي سالب. بمعنى أبناء الطلاب، عدد نسبي موجب ضرب عدد نسبي سالب، الناتج عدد نسبي سالب. وأيضا عدد نسبي سالب ضرب عدد نسبي موجب، الناتج عدد نسبي سالب. تعالوا معنا أبناء الطلاب إلى هذا التدريب على قاعدة ضرب الإشارات. تدريب أكمل الفراغ: عدد نسبي موجب ضرب عدد نسبي موجب يساوي عدد نسبي موجب، صحيح. عدد نسبي سالب ضرب عدد نسبي سالب، ماذا يكون الناتج أبناء الطلاب؟ عدد نسبي موجب. عدد نسبي موجب ضرب عدد نسبي سالب، ماذا يكون الناتج أبناء الطلاب؟ لاحظ هنا عدد نسبي موجب وهنا عدد نسبي سالب، إذن يكون الناتج عدد نسبي سالب. نأتي الآن أبناء الطلاب إلى هذا القانون. تذكر أن لكل ألف على باء وجيم على دال ينتمي إلى مجموعة الأعداد النسبية، فإن ألف على باء ضرب جيم على دال يساوي. لاحظ عزيزي الطالب هنا، سنقوم بضرب البسط ضرب البسط، وأيضا سنقوم بضرب المقام ضرب المقام. إذن الناتج ألف ضرب جيم على باء ضرب دال. هذا هو أبناء الطلاب قانون عملية ضرب الأعداد النسبية. تعالوا معنا لنستفيد من هذا القانون في حل تدريبات. تدريب: جد ناتج كل مما يلي: 1/3 ضرب 7/4 يساوي. انظر عزيز الطالب، إذن سابقا تعلمنا أنه لابد من ضرب البسط ضرب البسط،
إذن بداية واحد ضرب سبعة، بعد ذلك أبناء الطلاب نقوم بضرب المقام ضرب المقام، إذن ثلاثة ضرب أربعة. نجري عملية الضرب البسيطة، واحد ضرب سبعة الناتج سبعة، ثلاثة ضرب أربعة الناتج 12، إذن الناتج يساوي 7/12. لاحظ عزيزي الطالب إلى هذا التدريب، سالب 1/2 ضرب سالب 5/4. بنفس الطريقة أبناء الطلاب نقوم بضرب البسط ضرب البسط المقام ضرب المقام، إذن سالب 1 ضرب سالب 5/2 ضرب 4. الآن أبناء الطلاب نجري عملية الضرب، سالب 1 ضرب سالب 5، لاحظ هنا سالب ضرب سالب الناتج موجب، إذن 1 ضرب 5 الناتج 5، 2 ضرب 4 الناتج 8، إذن الناتج يساوي 5/8. أخيرا 7/8 ضرب سالب 3/2 يساوي. بنفس الطريقة أبناء الطلاب نقوم بضرب البسط ضرب البسط وأيضا المقام ضرب المقام، إذن 7 ضرب سالب 3/8 ضرب 2، 7 ضرب سالب 3 الناتج سالب 21، 8 ضرب 2 الناتج 16، إذن الناتج يصبح سالب 21/16. نأتي الآن أبناء الطلاب إلى العملية الحسابية الرابعة، وهي عملية قسمة الأعداد النسبية. تعالوا معنا لنوضح مفهوم قسمة الأعداد النسبية من خلال هذا القانون. ملاحظة، إذا كان ألف على باء وجيم على دال ينتمي لنون، ينتمي للأعداد النسبية، وجيم على دال لا يساوي صفر، شرط جيم على دال لا يساوي صفر، فإن ألف على باء تقسيم جيم على دال يساوي. لاحظ عزيز الطالب هنا سنقوم بتحويل عملية القسمة إلى عملية ضرب، ضرب للنظير الضربي للعدد جيم على دال وهو دال على جيم، إذن يصبح الناتج ألف على باء ضرب دال على جيم. ألف على باء أبناء الطلاب لاحظ كما هي، عملية القسمة تم تحويلها إلى عملية ضرب، العدد جيم على دال نظير الضرب هو العدد دال على جيم. الآن أبناء الطلاب أصبحت العملية عملية ضرب كما أسلفنا سابقا، نقوم بضرب البسط ضرب البسط والمقام ضرب المقام، إذن ألف ضرب دال ألف دال على باء ضرب جيم. تعالوا معنا أبناء الطلاب لنقوم بحل هذا التدريب، جد ناتج كل مما يلي: 2/3 تقسيم 7/5. عزيز الطالب لو نظرت إلى هذا التدريب، لحل هذا التدريب نكتب العدد الأول 2/3 كما هو، ثم نقوم بتحويل عملية القسمة إلى ضرب، ثم نقوم بإيجاد النظير الضربي للعدد الذي يلي عملية القسمة. لاحظ عزيز الطالب هنا كيف نجري عملية القسمة. 2/3 أبناء الطلاب تبقى كما هي. لاحظ الآن عملية القسمة يتم تحويلها إلى عملية ضرب. لاحظ هنا قمنا بتحويل عملية القسمة إلى عملية ضرب. الآن أبناء الطلاب لاحظ هنا العدد 7/5 النظير الضربي له هو 5/7، أي مقلوب هذا العدد. الآن أبناء الطلاب نقوم بإجراء عملية الضرب كما أسلفنا سابقا، البسط ضرب البسط على المقام ضرب المقام، إذن يساوي، لاحظ هنا 2 ضرب 5 يساوي 10، 3 ضرب 7
21، إذن الناتج 10 على 21. سالب 1 على 7 تقسيم 1 على 2. بنفس الطريقة أبناء الطلاب نكتب العدد الأول كما هو، ثم بعد ذلك نقوم بتحويل عملية القسمة إلى عملية ضرب، بعد ذلك النظير الضربي للعدد 1 على 2 وهو 2 على 1، ويساوي الآن أبناء الطلاب سالب 1 ضرب 2 سالب 2، 7 ضرب 1 الناتج 7، إذن الناتج سالب 2 على 7. أخيرا أبناء الطلاب سالب 2 على 5 تقسيم سالب 7 على 10 يساوي، بنفس الطريقة أبناء الطلاب نكتب العدد الأول كما هو، سالب 2 على 5، عملية القسمة نقوم بتحويلها إلى عملية ضرب، ثم بعد ذلك النظير الضربي للعدد سالب 7 على 10 هو سالب 10 على 7. نقوم بضرب البسط، ضرب البسط، لاحظ هنا عزيزي الطالب عدد سالب ضرب عدد سالب الناتج عدد موجب، إذن 2 ضرب 10 الناتج 20، 5 ضرب 7 الناتج 35، إذن يكون الناتج 20 على 35. بهذه الطريقة أبناء الطلاب نكون قد تعلمنا العمليات الحسابية الأربعة على مجموعة الأعداد النسبية، هي عملية الجمع، ثم بعد ذلك عملية الطرح، ثم عملية الضرب، ثم عملية القسمة. تعالوا معنا إلى هذا التقويم الختامي الذي يوضح العمليات الأربعة. انظر عزيزي الطالب إلى هذا التقويم. ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة. 2 على 9 زائد 5 على 9 يساوي، لاحظ الإجابات، 7 على 18، 7 على 9، 11 على 14، 3 على 9. عزيز الطالب بداية لابد أن نجري عملية الجمع على مجموعة الأعداد النسبية، بعد إيجاد الناتج ننظر إلى الإجابات، هناك إجابة لابد أن تشابه الناتج تكون هي الإجابة الصحيحة. إذن تعالوا معنا نقوم بإجراء عملية الجمع على الأعداد النسبية. لاحظ هنا عزيز الطالب المقامات متشابهة، قلنا نكتب المقام كما هو، البسط زائد البسط، إذن 2 زائد 5 على 9، 2 زائد 5 7، المقام كما هو 9، إذن الناتج 7 على 9. لاحظ الإجابات عزيز الطالب، أين هي الإجابة الصحيحة؟ نلاحظ أنها الإجابة ب، 7 على 8 ناقص 2 على 8 يساوي، لاحظ الإجابات، ألف 5 على 0، ب سالب 5 على 8، جيم 5 على 8، دال 9 على 8. لاحظ عزيز الطالب هنا عملية طرح، نلاحظ أن المقامات متشابهة، نكتب المقام كما هو ونجري عملية الطرح، 7 ناقص 2، 7 ناقص 2 أبناء الطلاب 5، المقام كما هو 8، إذن الناتج 5 على 8. ما هي الإجابة الصحيحة أبناء الطلاب؟ لاحظ أنها الإجابة جيم. 1 على 5 ضرب 2 على 3 يساوي، لاحظ الإجابات، 2 على 15، ب 3 على 10، جيم 3 على 8، دال 10 على 3. أبناء الطلاب لاحظنا أن عملية الضرب الأعداد النسبية نقوم بضرب البسط، ضرب البسط، وأيضا نقوم بضرب المقام، ضرب المقام، إذن 1 ضرب 2 على 5 ضرب 3، 1 ضرب 2 الناتج 2، 5 ضرب 3 الناتج 15، إذن يكون الناتج 2 على 15. لاحظ الإجابات عزيز الطالب، ما هي الإجابة الصحيحة؟ نلاحظ أنها الإجابة ألف، إذن الإجابة ألف هي الإجابة الصحيحة. أخيرا أبناء الطلاب نأتي إلى عملية القسمة، 2 على 5
تقسيم 3 على 4 يساوي، لاحظ الإجابات 6 على 20، 15 على 8، 5 على 9، أخيراً 8 على 15. عزيز الطالب، قلنا أن عملية القسمة نقوم بتحويلها إلى عملية ضرب، ضرب للنظير الضربي للعدد 3 على 4، إذن يكون الناتج 2 على 5 ضرب 4 على 3. نجري عملية الضرب الأعداد النسبية، البسط ضرب البسط، 2 ضرب 4 الناتج 8، 5 ضرب 3 الناتج 15، إذن الناتج 8 على 15. لاحظ عزيز الطالب هنا أن الإجابة دال هي الإجابة الصحيحة. أبناء الطلاب، في نهاية درسنا لهذا اليوم نكون قد تعلمنا مجموعة من المهارات. أولاً تعلمنا مفهوم الأعداد النسبية، ثانياً تعلمنا عملية جمع الأعداد النسبية، ثالثاً تعلمنا عملية طرح الأعداد النسبية، رابعاً تعلمنا عملية ضرب الأعداد النسبية، وأخيراً تعلمنا عملية قسمة الأعداد النسبية. نتمنى لكم التوفيق والنجاح، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.